القوات المشتركة تحرر المجموعة الثقافية في الموصل بالكامل من سيطرة تنظيم داعش، والأخير يتكبد خسائر كبيرة. مجلس النواب يرفع جلسته الرابعة من الفصل التشريعي الثالث إلى الأسبوع المقبل، ويرد مشروع قانون تحديد حصة المحافظات المنتجة للنفط. ضمن عمليات مكافحة الفساد، محكمة النزاهة تعلن استرجاع 700 مليون دينار سرقت من مصرف الرافدين. وفي النشرة أيضا، الفنان رافع جاسم يفتتح معرض فني يجمع بين التعبير والتجريد والواقعية. نشرة الثامنة من المدى الفضائي، حياكم الله. حررت القوات الأمنية منطقة المجموعة الثقافية من سيطرة تنظيم داعش في الجانب الأيسر للموصل، ورفعت العلم العراقي فوق مبانيه بعد قتل العديد من عناصر التنظيم. على صعيد متصل، أعلن قائد عملية قادمون يانين والفريق الركن عبد الأمير يار الله تحرير حي النبي يونس ومرقد النبي يونس وحي الشرطة في الساحل الأيسر من الموصل من عصابات داعش الإجرامية. قال قائد العمليات الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله أن قوات المحور الشمالي من الجيش العراقي تمكنت أيضا من تحرير حيي الكندي والقيروان في الساحل الأيسر لمدينة الموصل، لافتا إلى أن القوات رفعت العلم العراقي فوق المباني بعد تكبيد العدو خسائر في الأرواح والمعدات. اقتحمت قوات جهاز مكافحة الإرهاب حي الشرطة في الساحل الأيسر من الموصل. أذكر مصدر أمني أن قوات جهاز مكافحة الإرهاب وبمساندة الدبابات اقتحمت حي الشرطة، مبينا أن عملية الاقتحام جاءت لتحرير المنطقة المذكورة من سيطرة تنظيم داعش. كشفت لجنة حقوق الإنسان النيابية عن حصيلة جديدة في أعداد النازحين من محافظة نينوى منذ انطلاق عملية تحرير المحافظة. قال رئيس اللجنة عبد الرحيم الشمري أن عدد نازحي محافظة نينوى منذ بدء العمليات العسكرية حتى اليوم بلغ 187 ألف مواطن يتواجدون حاليا في 5 مخيمات للنازحين، مبينا أن هنالك حركتين للنازحين ستكون خلال هذه الفترة. الأولى هي عودة الأسر إلى مناطقها، والتي بدأت فعليا في الجانب الأيسر للموصل، بينما الحركة الأخرى هي النزوح من الساحل الأيمن صوب مناطق آمنة. وللحديث أكثر عن العمليات العسكرية الجارية في الموصل ينضم إلينا عبر الهاتف قائد شرطة نينوى العميد الركن واثق الحمداني. أهلا ومرحبا بك معنا. أهلا وسهلا بكم. سيادة العميد، بداية، القوات الأمنية المشتركة تحرر جامع النبي يونس وتصل المرتفعات حي العربي شمال الموصل أيضا، برأيكم متى يتم تحرير الجانب الأيسر من المدينة بالكامل؟ والله بسم الله الرحمن الرحيم، إن شاء الله تحرير الجانب الأيسر يعني إن شاء الله بعد أسبوع يكمل حسب المعطيات اللي نشوفها أمامنا والتقدم السريع اللي تقدم به القوات حاليا الحمد لله. نعم، طيب ما هي المعوقات التي تواجهكم منذ انطلاق عمليات تحرير الجانب الأيمن؟ ماذا تتوقعون أن تواجهوا من معوقات؟ حقيقة لا تخلو المعركة من معوقات لكونها معركة شرسة ومعركة قوية. القطاعات الأمنية الحمد لله بالصفحة الثانية ذللت كل الصعوبات والمعوقات وتقدمت باتجاه المناطق اللي كان عاصف فيها داعش وهزم أمام القطاعات. اما بالنسبه للشرطه نينوى والحقيقه نحن نمسك الارض ونفتح مراكز الشرطه. ايضا الحمد لله ذللت كثير من الصعوبات، والان نحن بدورنا من يمسك الارض، وان شاء الله ستكون الفتره القادمه هي لشرطه نينوى في نفس مدينه الموصل. نعم، هل تم تاهيل منتسبي الشرطه للعوده الى مسك المناطق المحرره من داعش؟ اكيد اكيد، خطه موضوعه من زمان، الشرطة الآن قسمنا تؤدي واجب الشرطة وقسم الآخر واجب القتالي، أو الطرفين يؤدون واجب قتالي، ولكن كل باتجاه الذي يعني. شكرا جزيلا لك العميد الركن واثق الحمداني قائد شرطة نينوى، كنت معنا. أكد مجلس قرمة الفلوجة أن تنظيم داعش دمر 50% من الدوائر الخدمية بالقضاء الشرقي الفلوجة.
عضو المجلس عارف الشعلان أوضح أن إعادة إعمار الدوائر الخدمية بالقضاء وتأهيلها لا سيما المراكز الصحية يتطلب مبالغ كبيرة خارج إمكانيات القضاء، داعيا الوزارات المعنية والحكومة المحلية إلى وضع خطة لإعادة الإعمار بأسرع وقت ممكن ضمانا لعودة الحياة الطبيعية للقضاء. حذر مدير ناحية البغدادي في محافظة الأنبار شرحبيل العبيدي من انتشار مرض الطاعون في الناحية، وقال العبيدي أن هنالك أمراض انتشرت في ناحية البغدادي، من بين هذه الأمراض حبة بغداد والحكة، مبينا أن هنالك شكوكا بنسبة 90% بانتشار مرض الجرب في الناحية، مطالبا الجهات المختصة برفع الجثث المتفخسخة ومعالجة الأمراض التي ظهرت في الناحية. وبهذا الشأن ينضم إلينا عبر الهاتف قائد الحشد بقضاء حديث عواد سعيج، أهلا ومرحبا بك معنا. أهلا وسهلا، حياك الله. بداية، العمليات العسكرية في الأنبار هل تشهد تقدما بعد انطلاق عمليات تحرير المناطق الغربية؟ نعم، في المرحلة الأولى شهدت قبل أيام قليلة تقدم قطعات الجزيرة وقطعات الفرقة السابعة بإسناد الحشد العشائري المتواجد في منطقة حديثة بتحرير منطقة شرعت بتحرير منطقة الصقرك التابعة لقضاء عانة ومنطقة الزاوية. نعم. والآن خط الصد امتد بحدود 40 كيلو غربا عن المدينة الحديثة، ليكون خط صد باتجاه الغربي وخط الصد للمنطقة الغربية، وبانتظار وصول تعزيزات في القريب العاجل لتحرير منطقة عانة وراوة. الآن القضاء ينعم بأمن وأمان، والقطاعات منتشرة على السواتر الغربية لقضاء حديثة، وأبعد الخطر عن هذا القضاء بفضل من الله سبحانه وتعالى والجيش العراقي المتواجد في المنطقة. طيب، نسأل عن جهود القوى العشائرية، هل هي كافية لمساندة القوات المشتركة في تحرير المحافظة من داعش أم أنكم بحاجة لدعم أكبر؟ نعم، نحن نحتاج إلى دعم أكبر ليتسنى، لأن التحرير الكل يعلم أن التحرير يختلف عن مسك الأرض، المهم هو مسك الأرض، لكن القوات المتواجدة هي قوات عراقية قادرة على خوض المعارك وقادرة على تحرير هذه المناطق، لكن المسافة تكون بعيدة، وقضاء عانة فيه من المدنيين من العوائل المدنية الذين يحتجزهم داعش راوة كذلك والقائم، فبحاجة إلى أهالي هذه المناطق ليكون قادرين من أبناء هذه المناطق ليساندوا القوات الأمنية بعد التحرير، ليمسكوا من خلفهم، ثم تقوم هذه القوات بتغطية المناطق الخارجية ودرء العدوان الخارجي من السيارات المفخخة وما شابه ذلك. طيب، لماذا لا يتم استهداف عناصر داعش بشكل أكثر كثافة المتواجدين في قضاء القائم؟ نعم، هناك ضربات من قبل قيادة التحالف، ضربات جوية من قبل العمليات المشتركة الطيران العراقي، لكن ما يمنع هذه الضربات هو تغلغل الدواعش بين العوائل المدنيين العزل، وهذا ما يعيق عمليات الضربات الجوية، لكن قد تكون هناك ضربات منفردة بين أثناء التنقل أو أهداف تكون متحركة للدواعش يقوم برصدها طيران التحالف أو الطيران العراقي، ثم توجه إليهم ضربات، وفعلا هذا ما جاء ما يحصل في هذه المناطق. قائد الحشد في حديث عواد الجغيفي، شكرا جزيلا لك. أعلنت قيادة عمليات دجلة مقتل 7 من عناصر الحشد الشعبي خلال عمليات أمنية استهدفت معاقل داعش شمالي شرقي ديالى. قال قائد عمليات دجلة الفريق الركن مزهر العزاوي أن العملية أسفرت عن مقتل 4 من عناصر التنظيم وتدمير 4 مضافات وإغلاق 4 أنفاق كان يستخدمها تنظيم داعش للتسلل إلى مناطق جنوب بلد روز، مشيرا إلى أن 7 عناصر من الحشد الشعبي قتلوا بعد كمين نصبه لهم تنظيم داعش في منطقة صليوة التابعة لإمام ويس.
من جديد أهلا بكم. بفضل معلومات استخبارية تمكنت القوات الأمنية من القبض على العنصر الإرهابي المسؤول عن إيواء وتجهيز الانتحاريين بالأحزمة الناسفة والأسلحة التي تنفذ من خلالها العمليات الإرهابية التي استهدفت مركزي شرطة الإمام والمتوكل في سامراء قبل نحو أسبوعين. استناداً لمعلومات استخباراتية، استطاعت قوة من الاستخبارات العسكرية إلقاء القبض على أحد منفذي العمليات الإرهابية التي طالت مركزي شرطة في مدينة سامراء. استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة جداً، قامت خلية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب وبإسناد من سرية الواجبات الخاصة لمديرية الاستخبارات العسكرية، وبعد استحصال الموافقات الأصولية بمداهمة إحدى المضافات في مدينة سامراء المقدسة، وتم إلقاء القبض على الإرهابي المسؤول عن إيواء الانتحاريين وتجهيزهم بالأسلحة والأحزمة الناسفة. المديرية المعنية بالعمليات الاستباقية أكدت أن المواطن شكل عاملا رئيسا بنقل المعلومة التي كان لها الفضل بإجهاض العديد من العمليات الإرهابية. مديرية الاستخبارات العسكرية وانطلاقا من مبدأها المعتمد على العمليات الاستباقية والنوعية، وضعت كل إمكانياتها بالتعامل مع المواطنين من أجل الحصول على المعلومة الدقيقة، المعلومة التي تؤدي إلى إحباط العمليات الإرهابية قبل وقوعها. لذلك احنا نعتمد في أكثر الأحيان على معلومات المواطنين، هذه المعلومات يتم التعامل معها بصورة فورية، وهناك فريق متخصص وكامل يعمل ليل نهار من أجل فرز هذه المعلومات وتحليلها وتقاطعها والوصول إلى الاستنتاج الأخير اللي على أساسه يتم اتخاذ القرار بالتعامل مع هذه المعلومة. لذلك يشكل المواطن إحدى القواعد الأساسية والمركزية في عمل مديرية الاستخبارات العسكرية. قد يحتاج المواطن إلى ضمانات حقيقية من قبل الأجهزة الأمنية في حال نقله أي معلومة عن المجاميع الإرهابية، خاصة بعد انعدام ثقة البعض بهذه الأجهزة بسبب السياسات الخاطئة التي اتبعتها بعض القيادات الأمنية سابقا، ما يدعو إلى وضع آلية لتوسعة هذا التعاون الذي يمكن أن يحدث فارقا حقيقيا في الوضع الأمني. من بغداد، منير الجبوري، المدى. عد مجلس محافظة صلاح الدين أن تحويل ناحية أمرلي إلى قضاء جاء منسجما مع قرار المجلس بهذا الشأن، فضلا عن إسهامه بمصلحة الأهالي وزيادة الخدمات المقدمة لهم. الأمين العام للمجلس خالد الخزرجي أعرب عن استغرابه تأخر اتخاذ قرار الممثلة بحق الضلوعية برغم امتلاكها المتطلبات اللازمة وصمودها بوجه الإرهاب، داعيا الحكومة الاتحادية إلى عدم نسيان ذلك ومنحها حقها الطبيعي. انتقد النائب عن محافظة كركوك حسن توران قيادة العمليات في تأخير افتتاح مقر لها داخل المحافظة، فيما دعا إلى البدء بتحرير قضاء الحويجة جنوبي غربي المحافظة. توران أشار إلى أن القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي شكل في وقت سابق لقيادة عمليات شرق دجلة تكون مهمتها الإشراف على تحرير قضاء الحويجة، مبينا أن هذه العمليات لم تأتي لغاية الآن إلى المحافظة ولم يفتتح مقر لها في كركوك، وهو أمر يثير علامات الاستفهام بين مسؤولي ومواطني المحافظة. وتساءل توران من المسؤول عن التأخير أو عدم السماح لقيادة العمليات بالوصول إلى كركوك، داعيا إلى البدء بعمليات تحرير الحويجة لأن استقرار محافظة كركوك غير ممكن من دون تحريرها. وللحديث عن عمليات تحرير الحويجة ينضم إلينا عبر الهاتف الناطق باسم شيوخ العشائر في الحويجة مزاحم أحمد الحويت. أهلا بك معنا. أهلا وسهلا أستاذ الفاضل. شيخ مزاحم، صرح رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي عن قرب تحرير قضاء الحويجة من داعش، ما أثر تلك التصريحات لديكم؟ أولا أنا متحدث باسم العشائر نينوى. نعم. أهم يهمنا موضوع الحويجة وكركوك وصلاح الدين والمحافظات الأخرى. تصريحات السيد العبادي حول تشكيل قيادة عمليات في كركوك هذا أمر غير طبيعي، لأن محافظة كركوك هي من المناطق اللي متنازع عليها سابقا، وأهلها هم من
يقومون في عمليات تحريرها أو هم يقومون في عمليات لنقذ الناس الأبرياء. نعم. طيب اليوم كيف هي استعدادات العشائر وأبنائها لمساندة القوات الأمنية سواء في محور الموصل أو محور محور حويجة؟ العشائر العربية هي شكلت حشود عشائرية وهي تابعة في خلفة العمليات المشتركة اللي هي تضم قوات المشمك والقوات العراقية. اثنين العشائرية بدأت من الجنوب الموصل في عدة مناطق. المناطق الأخرى اللي هي شمال الموصل في سهل نينوى وهي قامت تحريرها قوات الجيش مرقة. وفي كركوك في الحويجة احنا نشوف انه اهمال تحرير الحويجة من قبل الحكومة المركزية، لان هذه جريمة كبرى بحق الابناء في داخل مدينة الحويجة. اكو ناس من الابرياء الحويجة يوميا قاعد يهدم منها ويقتل منها ويعتقل منها على ايد تنظيم داعش. احنا نعرف انه الحويجة وتل احمر والفليجة هن سبب رئيسي لتدمير العراق. نعم. احنا نجي نشوف انه دائما اكو عوائل قاعد تطلع تنزح من الحويجة ومن المناطق الاخرى باتجاه قوات البيشمركة في المحاور القريبة على المناطق اللي حررتها قوات البيشمركة. لان احنا بعد ما سمعنا انه السيدة الاعدادي فتح قيادة عمليات في كركوك، هو خلي يحرر المناطق لان الحويجة هي حاليا محاصرة. طيب اذا ما تم تحرير الحويجة شيخ مزاحم، كيف سيؤثر ذلك على استقرار الموصل من الناحية الامنية؟ من المفروض الحويجة محررة مع عمليات تحرير الموصل، لان الحويجة هي المركز الرئيسي لتنظيم داعش في تلك المناطق. يعني الحويجة وتل احمر والثلوجة. نعم. الثلوجة تحررت، تل احمر محاصرة، الحويجة من المفروض انها ثابت مع عمليات تحرير موصل هي محررة لإنهاء داعش من تلك المناطق، لأن يعني اليوم داعش هو الحويجة، اليوم الموصل محررة، تل احمر بعد ما تحررت. يعني هذه يعني أخطاء من الحكومة المركزية والقوات الأمنية باتجاه تلك المناطق، لأن يعني اليوم الحويجة قلقت عليها جميع الطرق، معنا مثل بعد ما تحررت الشرقاط وباقي المناطق. يعني منفذ يعني قليل للهدف خارج اتجاه سوريا، خصوصا اللي تربط بين الحويجة او الموصل او صلاح الدين وسوريا هي انقطعت، الحشد الشعبي هو قطعها. بس الحويجة يعني هي مهمة يعني ان القوات الامنية تشارك في عمليات تحريرها، هي مهمة يعني نقطة يعني لنهاية داعش. المتحدث باسم عشائر نينوى مزاحم الحويت، شكرا جزيلا لك. أعلنت إدارة النجف اتفاقها مع قيادة الحشد الشعبي على تشكيل فوجين جديدين لمساعدة القوات الأمنية في إطار خطة الحكومة الاتحادية لتأمين المناطق الصحراوية المحاذية لدول الجوار. قال قائد عمليات الفرات الأوسط لؤي الياسري أنه سيتم إقامة موانع صناعية لحماية حدود المحافظة من الخروقات الأمنية، مبينا أن الحكومتين الاتحادية والمحلية تحرصان على تأمين المناطق الحدودية ومنع أي محاولات تسلل للمحافظات ضمن الخطة الأمنية الكبرى التي تطبق بهذا الشأن. وفي الملف السياسي، رفع مجلس النواب جلسته الاعتيادية اليوم إلى الثلاثاء من الأسبوع المقبل. مصادر مطلعة أشارت إلى أن البرلمان أنهى في جلسته الاعتيادية الرابعة للفصل التشريعي الثاني من السنة التشريعية الثالثة للدورة النيابية الثالثة القراءة الثانية لقانون الحماية من العنف الأسري، فيما عرض تقرير اللجنة التحقيقية عن حادث تفجير التكية وحسينية إلي خانلي في مركز قضاء داقوق جنوبي محافظة كركوك. وفي مستهل الجلسة صوت مجلس النواب من حيث المبدأ على رد مشروع قانون تحديد حصة المحافظات المنتجة وغير المنتجة للنفط والمقدم من لجنتي النفط والطاقة والثروات الطبيعية
ولجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم إلى الحكومة. كشفت اللجنة القانونية النيابية عن تكليف رئيس مجلس النواب سليم الجبوري لنائبه الثاني آرام شيخ محمد بتشكيل لجنة برلمانية لاختيار قضاة مستقلين يشغلون مناصب مجلس المفوضين في المفوضية العليا للانتخابات. عضو اللجنة أمين بكر أشار إلى أن التعديل الثاني لقانون مفوضية الانتخابات يتضمن ترشيح قضاة مستقلين من السلطة القضائية وتكليفهم بشغل مناصب مجلس المفوضين الحاليين، مبينا أن مجلس النواب قرر التصويت عليهم مبدئيا شريطة استمرار المناقشات النيابية الداخلية وتدوين الملاحظات فيه تمهيدا لإقراره في المرحلة المقبلة. جدد التحالف الوطني العراقي رؤيته بمشروع سياسي جامع ومطمئن للجميع، مؤكدا على وحدته باعتباره الشريك الأكبر. وذكر بيان للتحالف أن الاجتماع الدوري للتحالف الوطني شهد تأكيد المجتمعين على وحدة التحالف الوطني باعتباره الشريك الأكبر والذي يكون استقراره عامل استقرار لباقي الكتل السياسية وعموم الواقع السياسي في العراق، مجددين رؤيتهم لمصاحبة التقدم الأمني بمشروع سياسي جامع ومطمئن للجميع. مفاوضات مستمرة بين التحالف الوطني والتيار الصدري من أجل إعادة الأخير إلى اجتماعات البيت الشيعي في ظل تحركات الهيئة السياسية للتحالف الوطني واجتماعاتها ونواياها في تمرير أهم القوانين في مجلس النواب. لم تنقطع المفاوضات بين التيار الصدري وقوى التحالف الوطني بشأن عودة كتلة الأحرار مجددا إلى اجتماعات الكتل الشيعية التي باتت مقتنعة بأن المهمة ليست بالسهلة بعد إصرار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على تنفيذ شروطه 14 كلها والمتضمنة استبدال مفوضية الانتخابات الحالية ومحاسبة الفاسدين. التيار الصدري قد يكونوا مبتعدين ولكن هم جزء أساسي من التحالف الوطني، ولعل ما يحصل في التحالف الوطني يصل بشكل مباشر أو غير مباشر لهم، فلا يعني أنه التيار الصدري لا يحضر مع التحالف الوطني يعني التيار الصدري هو بعيد عن متبنيات التحالف أو التحالف هو زاهد في التيار الصدري. هذه الفرضية وهذه المعادلة غير موجودة. وتبقى محاولات التحالف الوطني قائمة لرأب الصدع بين مكوناته ولتقريب وجهات النظر بين الكتل المختلفة على بعض النقاط التي تعد خلافية وساهمت في خلق أزمات كبيرة بين صفوفه، كما عطلت مشروع التسوية التاريخية. الباب مفتوح أمام جميع الأخوة الذين هم خارج التحالف الوطني بما فيهم التيار الصدري للعودة إلى التحالف الوطني في أي وقت يشاءون. بالنسبة إلى التسوية، نحن مع التسوية من حيث المبدأ، ولكن لا تسوية مع القتلة، مع البعثيين، مع الإرهابيين، مع الشخصيات التي كانت تقود منصات الاعتصام. هذا لا تسوية مع هؤلاء بأي شكل من الأشكال، ولا تسوية مع داعش أو يعني اللي يعني تلطخت أيديهم بدماء أبناء شعبنا. لكن هناك ما يتحدث إن هذه الاجتماعات لم تكن مقتصرة فقط على عودة الصدريين إلى التحالف الوطني، بل لإعادة اصطفافات القوى الشيعية من جديد داخل مجلس النواب لتمرير بعض القوانين، وعلى رأسها طبعا قانون الانتخابات واستبدال المفوضية العليا للانتخابات. اجتماع التحالف الوطني يوم أمس تم عقد اجتماع مناقشة أمرين مهمين في هذا الاجتماع، هو مؤسسة التحالف الوطني ولجان التحالف الوطني التي تم تشكيلها والعمل بها من قبل أعضاء مجلس النواب والجمعية العمومية أو الهيئة العامة للتحالف الوطني، هنالك بعض الشخصيات تم إدراجهم في هذه اللجان وتفعيل هذه اللجان بما يخدم المرحلة المقبلة من تشريع قوانين على مستوى مجلس النواب وعلى تبني قضايا تنفيذية لدعم الحكومة العراقية. تحركات الهيئة السياسية للتحالف الوطني واجتماعاتها الأخيرة ونواياها في تمرير أهم القوانين في مجلس النواب سيعقد المشهد مع الصدريين الذين يصرون على تغيير مفوضية الانتخابات، في حين تتحفظ كتل أخرى على استبدال أعضاء المفوضية بآخرين. وكذلك أيضا تحاول هذه الأطراف رسم قانون الانتخابات بما يخدم مصالحها الحزبية. من بغداد محمد صباح، المدى.
كشف عضو اللجنة القانونية النيابية فائق الشيخ علي عن مقترح لإعلان نتائج الانتخابات مباشرة أو خلال مدة أقصاها 24 ساعة بعد انتهائها. الشيخ علي أكد أن المقترح الثاني هو الأقرب للإدراج ضمن قانون الانتخابات. حذر عضو اللجنة الزراعة والمياه النيابية علي البديري من مخاطر تعرض سد الموصل في محافظة نينوى لعمل تخريبي من جهات معادية خارجية. وقال البديري أن هنالك تقارير موثقة من قبل وزارة الموارد المائية والخبراء تشير بكل وضوح إلى أن سد الموصل في وضع آمن وقضية انهياره هي أمر بعيد كل البعد، مبينا أن الشركة الإيطالية العاملة على حقن السد وصيانته قامت بدور كبير واستطاعت تحقيق نتائج ملموسة. بالرغم من وصول العام الدراسي إلى المنتصف إلا أن أزمة الكتب المنهجية ما تزال معلقة على أبواب المدارس دون وجود أي تفسيرات مقنعة من قبل الجهات المعنية لمعرفة أسباب تلك الأزمة. أزمة المناهج الدراسية ونقص الكتب المدرسية ما زالت محل جدل قائم بين قلة المخصصات المالية لوزارة التربية واتهامات متبادلة بالفساد المالي والإداري. تكلمت بشكل جلسة خاصة مع دولة رئيس الوزراء وذكرت بتنبيهي داخل مجلس النواب أن الأزمة لا زالت قائمة ما لم تسدد مخصصات الوزارة، لأن حقيقة لا زالت الوزارة تطلب تخصيصات كبيرة جداً هي مرتبطة بعام 2016 وجزء بسيط جدا من عام 2015، ونحن مقبلين على عام 2000 أو دخلنا في عام 2017، وبالتالي إذا لم تسدد الوزارة بشكل صحيح من قبل وزارة المالية وإذا لم يكن هناك جهد من الحكومة لدعم هذا القطاع لن تكون يعني الأمور ميسرة وسندخل في أزمة جديدة. الاستضافة السابقة لوزير التربية في مجلس النواب لم ينتج عنها شيء يذكر سوى مبررات ونفي للتهم، لا سيما ما تناولته وسائل التواصل الاجتماعي بشأن حرق الكتب ليعزز ذلك بهذا المؤتمر الصحفي. أن هذه الكتب هي كتب وصلت حسب مخاطبات رسمية وحصلت بها موافقات أصولية وبمحاضر شطب موجودة في ملفات المصنع. خلال اطلاع أيضا اللجنة وجدت أن هذه الكتب هي أغلبها من طبع عام 2003 و2004. المؤشر لدينا أن وزارة التربية من أكثر الوزارات التي تم تناولها من قبل وسائل الإعلام وأحيط حولها كثير من الكلام وكذا. حقيقة تفسيراتنا لهذا الموضوع كثيرة جدا، لا أبرئ الموضوع من الجنبات السياسية. اللي ظهر على الشاشات مفبركة وظاهر العيان، يعني احنا شطبنا كميات كبيرة السنوات الماضية. اعيد السؤال، انا 3 سنوات اطبع بنسبة 50%، من اين جاءت هذه الكتب الزائدة عن الحاجة؟ لا ارى مبرر لما ظهر على الشاشات الا واقول هي فبركة اعلامية، واتمنى على السياسيين يعني تمني حقيقي ان يبتعدوا عن الجهات العلمية. مؤتمر وزارة التربية في جميع مضامينه دلالة على وجود جهات سياسية رفض الوزير تسميتها تحاول عرقلة العمل وزج هذه المؤسسة في حرب الاستجوابات، والواقع مفعم بأزمات أرهقت كاهل طلبة العلم وذويهم. ياسر الحطاب، قناة المدى، بغداد. في حقيبة المال والأعمال، أكد محافظ البنك المركزي علي العلاق أن البنك سيتعامل مع المصارف الخاصة في مختلف نشاطاتها وفق معايير وضعها مستقبلا. وقال العلاق أن المركزية وضع معايير للمصارف الخاصة تهدف إلى تقييم عملها في هذا القطاع المهم، لافتا إلى أن التقييم عمل به وحسبت درجات للمصارف. وأضاف العلاق أن هنالك مصارف أخذت درجات متقدمة في التقييم وأخرى أخذت درجات متدنية.
سجل سوق العراق للأوراق المالية ارتفاعاً ملحوظاً في قيمة وعدد الأسهم خلال جلسات الأسبوع الماضي بتداول 22 مليار سهم بقيمة 13 مليار دينار. وقال المدير التنفيذي للسوق طه أحمد عبد السلام أن السوق نظم خلال الأسبوع 5 جلسات للتداول في السوق النظامي وجلستين في السوق الثاني، مبينا أن عدد الشركات المدرجة في السوق بلغ 97 شركة مساهمة. أعلن مصرف الرافدين رفع سقف الاعتماد المستندي للوزارات إلى 30 مليون دولار، مبديا استعداده لتسلم هذه المستندات دون توسط المصرف العراقي للتجارة. وذكر بيان للمكتب الإعلامي للمصرف أن هذه الخطوة تأتي من أجل النهوض بواقع التجارة الدولية ولتلبية متطلبات المعاملات الاستيرادية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مضيفا أن المصرف مستمر باستلام طلبات الاعتمادات المستندية للقطاع الخاص أفرادا أو شركات. أعلن مجلس محافظة واسط عن البدء بمشاورة أولية مع شركة هانوا الكورية المنفذة لمشروع بسمايا لتوليد الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية. رئيسة اللجنة في المجلس أمل العقالي قالت في حديث للمدى برس أن وفداً من الحكومة المحلية بحث مع شركة هانوا الكورية المنفذة لمشروع بسمايا السكنية إمكانية الاستثمار في المحافظة وفي مختلف القطاعات المدنية. وأضافت العقالية أن الطرفين طرحا إمكانية الاستثمار في قطاع الكهرباء من خلال الاستفادة من خبرات هذه الشركة لتوليد الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية اعتمادا على تجربتها الناجحة في مشروع مدينتي بسمايا السكنية في بغداد. وأوضحت العقالية أن شركة هانوا أبدت استعدادها لتلبية الدعوة بالمشاركة في معرض واسط الدولي الثاني للطاقة والإعمار والاستثمار المقرر إقامتها لمدة من نهاية الشهر المقبل، ما يوفر لها فرصة الإطلاع على الفرص الاستثمارية الحقيقية في المحافظة. أعلنت لجنة النفط والطاقة البرلمانية عن عزمها على التحقيق بقضية سرقة النفط الخام عبر موانئ محافظة البصرة. رئيس لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب أريز عبد الله قال في حديث إلى المدى برس أن اللجنة سمعت من خلال وسائل الإعلام الأنباء التي تحدثت عن وجود كميات من النفط الخام تسرق عبر موانئ البصرة لعدم وجود عدادات للنفط الخام، مبينا أن اللجنة بصدد التحقيق بهذا الأمر. وأضاف عبد الله أن لجنة النفط والغاز أرسلت كتابا إلى وزارة النفط للاستفسار عن الموضوع، وستبحث هذه القضية مع المسؤولين بالوزارة خلال الأيام المقبلة. قرر مجلس صلاح الدين تشكيل لجنة للتفاوض والتعاقد مع الشركات الراغبة بالاستثمار في مصفى بيجي، فيما أعربت إدارة المحافظة عن شعورها بحالة تميز وتعرضها للمؤامرة من أجل تعطيل كل نواحي الفعاليات الاقتصادية في صلاح الدين. وقال رئيس مجلس المحافظة أحمد الكريم في حديث إلى المدى برس أن المجلس بحث ملفي مصفى بيجي وحقلي عجيل وعلاس، وقرر تشكيل لجنة من المجلس وإدارة المصفى وحكومة المحافظة للتفاوض والتعاقد مع الشركات الراغبة بالاستثمار، مبينا أن التعاقد مشروط برأي مجلس المحافظة. وأشار الكريم إلى أن نتائج اجتماع بغداد مع مجلس المحافظة تؤكد غياب الرغبة والجدية في إحياء مصفى بيجي، لافتا إلى سعي المحافظة لتفعيل حقلي عجل وعلاس ومكامن النفط في قضاء بلد وغربي تكريت. أكدت هيئة استثمار محافظة بابل أنها تعتزم منح أكثر من 20 فرصة استثمارية جديدة في عام 2017 في شتى القطاعات بالمحافظة، فيما طالبت الحكومة المحلية بتوفير قطاع أراضي والإسراع بالموافقات الاستثمارية وتوقيع العقود. مدير هيئة استثمار بابل نصر حمود العنيزي أوضح في حديث إلى المدى برس أن هيئة استثمار بابل تسعى في عام 2017 لمنح أكثر من 20 فرصة استثمارية جديدة في شتى القطاعات. أطالب العنيزي الحكومة المحلية بتوفير قطاع الأراضي الاستثمارية والإسراع بالموافقات وتوقيع العقود من أجل زيادة الدخل القومي وخلق فرص عمل ودعم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
تميل أسعار النفط إلى الارتفاع في آسيا مستفيدة من تراجع سعر الدولار الذي يشجع عادة المستثمرين الذين يتعاملون بعملات أخرى على عقد الصفقات مما يساهم في زيادة الطلب. وارتفع سعر برميل النفط الخفيف لايت سويت كرود 16 سنتا ليصل إلى 52 دولار و53 سنتا للبرميل. أما برميل برنت نفط البحر الشمالي المرجعي الأوروبي فقد ارتفع ليبلغ 55 دولار و63 سنتا للبرميل. تكدست النفايات في منطقة الكرادة ومركز الكرخ ببغداد في الأيام القليلة الماضية بسبب انسحاب شركة لبنانية للنظافة المستثمرة. وتعهدت أمانة بغداد بحسب بيان لها لأهالي المناطق الواقعة ضمن قاطع دائرتي بلدية الكرادة ومركز الكرخ بتلافي الفارق الخدمي الذي حصل خلال اليومين الماضيين والاستمرار بتقديم الخدمات الضرورية المعتادة بالاعتماد على الجهد الذاتي، داعية إلى ضرورة التعاون المواطنين معها من أجل الحفاظ على نظافة المدينة ورمي المخلفات في أوقات محددة وفي أماكنها المخصصة. توقعت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي أن يكون طقس الأيام المقبلة صحوا مع بعض قطع من الغيوم. وذكر بيان للهيئة أن طقس غد الثلاثاء سيكون في المناطق كافة صحوا مع قطع من الغيوم ودرجة الحرارة الصغرى من 4 درجات مئوية. وتوقعت الأنواء الجوية عدم حدوث تغيير في طقس الأربعاء وسيكون طقس الخميس بحسب البيان في المناطق كافة صحوا مع بعض القطع من الغيوم المتفرقة ودرجات الحرارة تنخفض قليلا عن اليوم السابق. لوحات مزجت بين عبير الماضي وحقيقة الحاضر عبر تداخل الألوان وهندسة توزيعها في معرض للفنان رفع جاسم. بلوحات أنجزت قديما وتركز في مضمونها على المكان سواء بالريف أو المدينة، افتتح المعرض 12 للفنان رافع جاسم الذي أكد بأن هذا المعرض دليل على أن الفن مسيرة لا تتوقف. هذا هو المعرض في أسمي أيام يوم الأيام بالنسبة لي، وأنا جدا مسرور رغم وضع الصحي وأشعر وكأن في مسيرة لا تتوقف للفن العراقي المعاصر، وأتمنى التوفيق لكل الفنانين المساهمين والذين يواصلون هذا التواصل. ومثل المعرض 3 مراحل واقعية وتعبيرية وتجريدية، وبحسب مختصين فأعمال رافع جاسم امتازت بأسلوب خاص في مزج الألوان لتعطي طابعا مميزا يسمى بالمدرسة البغدادية. 3 مراحل مثل هذا المعرض، مرحلة واقعية ومرحلة تعبيرية ومرحلة تجريدية، يعني هو أيضا فنان ممتد، اشتغالاته ممتدة إلى أكثر من 50 سنة، وبالتالي هو التجريب على الأساليب وعلى التقنيات وعلى الموضوعات نفسها قائم يعني، وبالتالي كل مجموعة أعمال فنية تنم عن مجموعة اشتغالات. فنان رافع يشتغل يعني على الخطوط الهندسية أولا، ويشتغل بلون خاص في مزج الألوان ينطي طابع بما يسمى بالمدرسة البغدادية أو المدرسة العراقية اللي بها هذه الضبابية، الألوان بها نوع من الضبابية. طبعا هو فنان رائد وقدراته رائعة، وبنفس الوقت هذه الأعمال كلها الحقيقة عبر 75 سنة وليس يعني ما بيها حديث. ويرتبط اسم الفنان رافع جاسم بمسيرة فنية عبر أكثر من 60 عاما مزج خلالها بين الهندسة والألوان، ففضلا عن أنه فنان تشكيلي عمل كمصمم للديكور. من بغداد صالح الطيب، المدى. ختام النشرة تذكير بأبرز ما جاء فيها.
القوات المشتركة تحرر المجموعة الثقافية في الموصل بالكامل من سيطرة داعش، والأخير يتكبد خسائر كبيرة. مجلس النواب يرفع جلسته الرابعة من الفصل التشريعي الثالث إلى الأسبوع المقبل، ويرد مشروع قانون تحديد حصة المحافظات المنتجة للنفط. ضمن عمليات مكافحة الفساد، محكمة النزاهة تعلن استرجاع 700 مليون دينار سرقت من مصرف الرافدين. وكان في النشرة أيضا الفنان رافع جاسم يفتتح معرضه الفني ويجمع بين التعبير والتجريد والواقعية. نشرتنا انتهت. للمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على الفيسبوك وتويتر ويوتيوب وإنستغرام وجوجل بلاس، كما يمكنكم متابعتنا أيضا على الموقع الرسمي للمدى www.almadatv.com. دمتم وإلى اللقاء.